بيقرأ قرآن داخل المسجد ومشغل جنبه مزيكة أغاني الراب. غضب كبير وصدمة عاشها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وده بسبب مقطع فيديو غريب نشره البلوجر الجزائري مروان البتني، اللي ظهر في الفيديو وهو بيقرأ القرآن الكريم داخل أحد المساجد ومشغل جنبه مزيكا، وده اللي تسبب في حالة من الغضب الشديد بعد انتشار الفيديو. وظهرت مطالبات كتير بالتحقيق مع البلوجر ومحاسبته على التعدي على كتاب الله. إيه الحكاية وإيه تفاصيل فيديو مروان البتني؟ تعالوا نعرفها مع بعض. الحكاية بدأت لما البلوجر الجزائري مروان البتني نشر فيديو غريب وظهر فيه وهو جوه أحد المساجد في الجزائر، والغريب إنه كان بيقرأ القرآن الكريم على أنغام أغنية راب. الفيديو انتشر بشكل كبير جداً على السوشيال ميديا علشان تبدأ حملة هجوم شديدة على مروان، لدرجة إن بعض الجزائريين طلبوا السلطات الجزائرية بفتح تحقيق عاجل، وكمان طلبوا معاقبة البلوجر أشد عقوبة علشان يبقى عبرة لكل اللي يفكر يتعدى على كتاب الله أو حتى يتجرأ على الأديان السماوية. بعد انتشار فيديو مروان البتني، الناس بدأت تربط الواقعة بتاعته بغيره من صناع المحتوى اللي كل شوية يظهروا بفيديوهات وتصرفات صادمة، وكمان بقى عرضة للسخرية والاستهجان في المجتمع. ورغم كل ده بيحصلوا على ملايين المشاهدات ومبالغ مالية ضخمة، وكمان بعض الناس طلبوا بضرورة تجنب مشاهدة صناع المحتوى اللي بقوا يعملوا أي حاجة عشان الشهرة والفلوس، لدرجة أنهم بقوا بيتعدوا على الدين والقيم المجتمعية، وكمان طلبوا بضرورة البحث عن أشخاص متميزين ومبتكرين في صناعة المحتوى من غير إساءة لحد. الغريب بقى أنه بعد كل المطالبات بمحاكمة مروان البتني انتشرت أخبار بأن الأجهزة الأمنية في الجزائر قبضت عليه، لكن لحد دلوقتي مفيش أي تأكيد للأخبار دي رسمياً، وعلشان كده ظهرت أصوات كتير بتطالب بتوضيح حقيقة القبض عليه، وبعض الأصوات التانية أكدت أن خطوة القبض على البلوجر الجزائري هتحصل لا محالة، خاصة وأنها بقت مطلب جماهيري في دولة الجزائر. أزمات البلوجرز كترت جداً في الفترة الأخيرة، وكان آخرهم فيديو البلوجر الجزائري اللي تخطى الجميع وتعدى على الدين الإسلامي وخالف كتاب الله تعالى، والكل دلوقتي بيطالب بمحاسبة كل صناع المحتوى اللي بقى كل همهم الشهرة والفلوس. انت قولنا ايه رأيك في تصرف مروان البتني وغيره من صناع المحتوى؟